سماحة الشيخ، نريد أن تذكر لنا يعني في الختام يعني نماذج من الحوار النبوي مما قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهل الكتاب في زمانه. صلى الله عليه وسلم، هذا الحوار بعضه مثبت في القرآن. نعم. كقصة نصارى نجران وما أنزل الله فيها من آيات سورة آل عمران. نعم. وبعضه مروي لا يروى تفصيلا بكامله. نعم. ولكن يروى محل الفائدة منه. فالرسول صلى الله عليه وسلم الأول من لقي من أهل الكتاب عداس الذي هو عبد لشيبة بن ربيعة الطائف. نعم. في الطائف. نعم. وقد رآه فأسلم به فآمن. نعم. هذا تقريبا من غير ورقة بن نوفل. في البداية ورقة بن نوفل سأله ماذا ترى، فقص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. نعم. ثم بعد ذلك، بعد أن ارتحل من مكة مهاجرا إلى المدينة، وجد فيها ثلاث بطون من اليهود، هم بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وفيهم علماء أحبار كبار من أمثال عبد الله بن سلام، وكان أعلمهم، وقد زكاه الله سبحانه وتعالى فبين أنه آمن. وعبد الله بن سلام مثل غيره من الأحبار يعرفون ما في الكتب المنزلة. نعم. سواء كانت التوراة التي أنزل الله على موسى أو ما بعدها من كتب بني إسرائيل، من كتب أنبياء بني إسرائيل. نعم. وقد أخذ عليهم العهد إذا رأوا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصدقوه وأن ينصروه وأن يؤمنوا به، وهذا العهد أخذه الله على كل أنبيائه. نعم. كما قال الله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. والإصر أشد ما أخذ أحد على أحد، فهو أخذ عليهم هذا العهد بذلك. فكانوا يبحثون عنه وكانوا يعلمون أنه قد أطل زمانه. فأحبار اليهود كانوا يخبرون أهل المدينة بأنها مهاجر نبي آخر الزمان، وأنه سيبعث، وأنه سيكون في اليهود، يزعمون أنه منهم، وأنهم سيقاتلونهم معه، فيقتلونهم قتل عاد وإرم. نعم. والغريب أن هذه الدعاية جاءت بأثر عكسي، مثل كثير من الدعايات الإعلامية في زماننا هذا. نعم. فنشأت لدى العرب سكان المدينة من ابني قيلة من الأوس والخزرج تشوف لهذا الرسول وبحث عنه. نعم. وأرادوا أن يسبقوا إليه اليهود. نعم. لأن ما لهم علمهم. نعم. وما جاءهم من قبلهم بشير ولا نذير، لكن سمعوا هذا من اليهود فاختطفوه وانتفعوا به. نعم. فلذلك سبقوا إليه فعلا. نعم. أول ما لقوا النبي صلى الله عليه وسلم في الموسم، صلى الله عليه وسلم، قالوا: إنه النبي الذي تخوفكم به اليهود. نعم. فلا يسبقنكم. فعقول عقلاءهم عرفوا أنه صادق واتبعوه. نعم. وخافوا أن يسبقهم اليهود إليه. نعم. فلذلك لما جاءه أحبار اليهود كانوا يسألونه أشياء كثيرة، سألوه عن الروح، وكانوا كلما سألوه عن شيء جاء جبريل بالإجابة. بالإجابة. الله أكبر. ولذلك قال الله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الله أكبر. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي ما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم. وجاءه حبر منهم فسأله هل يعلم أن الله خلق. بعد أن حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه في نفس المجلس بحديث التربة المعروف في صحيح مسلم. نعم. حديث الشريك بن عبد الله. نعم. نعم. فجاء هذا الحبر فصدق النبي صلى الله عليه وسلم، قص نفس القصة، فإذا هي مطابقة لما حدث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاليهودي الحبر على نيته وعلى فطرته لا علم له بشيء، وقال: بارك الله الرحمن عليك يا أبا القاسم، هذا سلامه عليه. نعم. وبدأ يحدثه. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سألهم فإذا هو نفس ما حدثهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وكذلك عبد الله بن سلام، فإنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة سمع به، واليهود كانوا ينتظرون الهجرة ويعرفون أنه قادم، ولذلك أول من رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود، لأن الناس كانوا يخرجون في كل صباح. نعم.
إلى الحرة حتى يردهم الحر. نعم. فهذا اليهودي صعد في نخلة يقطع الثمر. نعم. فرأى البياضة. هذا جدكم. فقال يا أهل يثرب هذا جدكم الذي تنتظرون. نعم. فاليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءه. نعم. فجاء عبد الله بن سلام وكان من أوائل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أحبار اليهود. نعم. وأول ما دخل عليه سمعه يقول أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس واليام تردوا الجنة بسلام. نعم. أو تدخلوا الجنة بسلام. نعم. فعرف أن هذا الكلام لا يصدر إلا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم واتبعه، لكن شرط عليه قال يا رسول الله إن لي مكانة عند اليهود فاكتم عنهم إسلامي وأخفني عنهم وادعوا أحبارهم، ادعوا فلانا وفلانا سمى له الأحبار، سلهم عني، سلهم عني. نعم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأحبار فأتوه فقال ما تعدون عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا. سكوا هو أثنوا عليه وهو يستمع خلف الستار. نعم. فقال رأيتم من آمن بي؟ قالوا أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله وقال أشهد أنك للنبي الأمي الذي جاء بالتوراة و نعم. وبايعه. فتبرأوا منه وقالوا إنه فاجرنا. نعم. وطعنوا فيه وفي أبيه من قبله. أسأل الله العافية. وهم قوم بهت. أي. سماعون للكذب أكالون للسحت. فهم قوم بهت يبهتون. نعم. الحق. نعم. فكانت حوارات النبي صلى الله عليه وسلم معهم مؤدبة مع هذا كحواراته مع المشركين، هو أحسن الناس خلقا. نعم. كذلك سلمان الفارسي هو من أوائل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم من النصارى. نعم. بعد الهجرة. نعم. فإنه أتاه وكان سلمان تطلب الديانة، كان في البداية على دين أبيه دين الفرس مجوسية، يعبد النار على ملة المجوس. نعم. وتتعمق في فلسفات الفرس القديمة، ديانة ماني و مصدق وغيرها. نعم. ثم وجد النصرانية فأعجب بها وصحب علماءها ودل على أعلم أهل الأرض في ذلك الزمان، فصحبه حتى مات واكتشف أنه غاش وأنه كان يأكل أموال الناس بالباطل. نعم. سبحان كما قال الله إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل. نعم. ويصدون عن سبيل الله. نعم. فعند موته أوصاه بآخر وذهب إليه وهكذا ثلاثة. نعم. ثم عرف أن المدينة هي مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه قد اقترب زمانه، فأراد أن يقترب إليها، فذهب إلى الشام وتوصل إلى المدينة مع اليهود، وطبعا غشوه وباعوه، باعوه عبدا عبدا. نعم. فاسترقه اليهود وهو رضي بذلك لأنه يريد الاستقرار في هذه الأرض التي أيقن أنها مهاجر هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يمتحنه. في اليوم الأول جاءه بطبق من تمر عمله حتى من عرقه. نعم. ملك هذا الطبق. تم. نعم. جاء به هذا وقت موسم التمور. نعم. فجاء به فقال ما هذا؟ قال صدقته. فقال لأصحابه كلوا ولم يأكل هو، قال هذه واحدة. نعم. ثم عمل أسبوعا آخر حتى ملك طبقا من التمر، طبق فيه تمرات خليلة ليس شيئا كثيرا. نعم. فجاء يحمله ووضعه بين يديه فقال ما هذا؟ قال هدية. نعم. فأكل منه وأمر أصحابه أن يأكلوا، قال هذه الثانية. ثم جاء يدور خلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فعلم أنه يريد شيئا، فحط له رداءه فرأى خاتم النبوة فأكب عليه يبكي ويقبله. نعم عليه الصلاة والسلام. فكان الحوار بسيطا جدا، ليس فيه محاولة إقناع ولا ابتعاد بالفلسفات، فقط هو يعرف أن لديه علامات منصوصة في كتاب الكتاب الذي يوقن به. نعم. هذه العلامات واضحة ما فيها مراء ولا كذب. نعم. فآمن به. الله يجزيكم الخير سماحة. عدد آخر مثل نعم. النصارى النجران لما أتوا ومعهم عاقبهم وصاحب الرأي فيهم، الرسول صلى الله عليه وسلم جاد لهم بما أمره الله به وأتاهم بالوثيقة المعصومة المقدسة التي ليست تحتاج إلى توقيع البابا ولا غيره،
قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وأقام عليهم الحجة يا أهل الكتاب بعدد من الآيات، ها أنتم هؤلاء حاجتم فيما لكم به، ما لكم به، فلم تحاجون فيما ليس لكم به؟ وبين لهم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ثم باهلهم أو طلب مباهلتهم، فطلبوا أن يترووا، فأشار عليهم صاحب الرأي منهم أن لا يباهلوه، قال لقد علمتم إنه لنبي وما باهل قوم نبيا إلا هلكوا. فالرسول صلى الله عليه وسلم كاتبهم على الجزية وأن يحملوا إليه 4000 حلة كل عام، وأقرهم على ما ألفان في صفر وألفان في رجب. نعم، أقرهم على ما هم عليه. الله يجزيكم الخير سماحة الشيخ، وهذا الموضوع يعني ربما يحتاج إلى تكملة يعني فيما يتعلق بالضوابط الشرعية للحوار مع الكافر، والآن طبعا يقولون مع الآخر، هذه الكلمة يستفشعونها.